جرجيس يمشي ويجي زاد ياسر عليه. بالنسبة للسنة ما عندناش حتى عندنا مشاكل. نعمل ريزرفاسيون باش نجم هو يعني يلقى بلاصتو. البلايص اللي بعد هما اللي بريزرفاسيون يعملوا لهم ريزرفاسيون. ريزرف يوم البارح حتى لقيت بلاصتك، ملي جيت لقيت بلاصتك موجودة. إيه لقيت بلاصتي موجودة. فكهي لك حظ. لا الحمد لله يا ربي. متوفر النقل السنة متوفر، هاك تشوف يعني كانت المحطة كنت تدخل المحطة لهنا ما تلقيش حتى الواجد اللي يتجه. من بكري وانت تمروح؟ إيه شوية سخانة. سخونة الدنيا. الحمد لله. من وقتاش وانت في المحطة هون؟ لأني مكلمتهم البارح وجيت مع حكيت 8 كيكا 8 ونص. عاملة ريزرفاسيون من البارح؟ من البارح. وصعيب توا تلقاو ترونسبور؟ ما خاطر العباد ثم اللي ما تروح يعني تخدم كل وحدة كيفاش معناتها. معناتها الناس مساكن خاطر ترونسبور زاد هو من جرجيس يمشي ويجي زاد ياسر عليه. معناتها باش يمشي يعني يروح اليوم ويزيد يرجع معناتها ياسر عليه هكاك. والحمد لله نعدينها مسلكينها. والناس الكل ديما تقعد لاخر نهار. والله ما فما ناس تخدم اللي ما تروحش. فما كلي عدي في الباك. فما برشا حاجه معناتها كل واحد وظروفه معناتها باش ينجم يروح. تو قداش تعديو في الثنيه من تونس لجرجيس؟ برسك 6 سوايع تو على لوتوروت ولا 6 سوايع. 6 سوايع معناها انت تو كان يخرجوا لواج العشره متاع الصباح توصلوا ما 3 متاع العشيه. ان شاء الله كان سهل ربي. ان شاء الله. وشطر النهار تعديوه ما ترتاحوش معناها؟ لا لا نرتاحوا يرتاحنا ونرتاحوا ناخذوا راحتنا ونتعديو ونفطروا كل شيء ونتعديو. توا مكثريت العباد تلقى صعوبة في الترونسبور والكل في خير. معناتها ملي معناتها ما يخممش يعني مش في باله معناتها باش يلقى وكل شيء، ما هكا يلزمو الإنسان يخمم يعمل ريزرفاسيون باش نجم هو يعني يلقى بلاصتو، كان ما يعملش بترسيلو معناتها يقعد يستنى معناتها. توا أنت كل ما تروح هكا تكلمهم بالتليفون ولا جوست في العيد؟ لا لا كي نروح ولا في سير الأيام عادي ديما بالتليفون نعملو تليفون. فهمتك انت تخدم هوني في تونس؟ لا لا والله جيت عندي قضيه وصلتها لخالتي ومروحه. فهمتك معناها جيت هكا عملت قضيتك لقيت ترونسبور تك 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 الحمد لله مو عارفه نيجي من غادي عاربن على بلاصتك هكا. الدنيا بالكتاف؟ لا لا مش بالكتاف، ما هو باش تقصك هي بطبيعتك انت باش تقص بلاصتك وهو معناتها يبدا يعبي تلقى بلاصتك. تو منظمين لهنا كل وجه وقته والقصان؟ قصان مريقل الحمد لله يا ربي. انا ديجا قص يمشي لوجيستي حتى كي يبدا ما تلقيش صف ولا حاجه لوجيستي كي عبي يهز الواحد يقص. انت من ريزيرف يوم البارح حتى لقيت بلاصتك، ملي جيت لقيت بلاصتك موجوده. ايه لقيت بلاصتي موجوده. ما فكهي لك حظ. لا لا الحمد لله يا ربي. الحمد لله. الحمد لله. ميرسي بوكو مدام وان شاء الله طريق السلامه. عايشك ان شاء الله عيدكم مبروك. عايشك بالسلامه. انت كسائق لواء شنو المشاكل اللي تواجهوها في المحطه وفي الثنيه؟ بالنسبه للسنه ما عندناش حتى عندنا مشاكل. الحمد لله. الحمد لله لا في الثنيه لا في المحطه. ومع الركاب ما فماش مشاكل؟ لا لا متوفر النقل السنه متوفر، هاك تشوف يعني كانت المحطه كنت تدخل المحطه لهنا ما تلقيش حتى الواجد اللي يتجه، السنه موجوده متوفر النقل متوفر السنه. ما فماش اكتظاظ ما فماش. ما تواجهوش مشكله مع ركابك اللي يكلمك قبل بنهار بالتليفون يجي واحد اخر اللي متغدى تلقاهم؟ لا لا احنا نخدموا عادي، اما البلايص اللي بعد هما اللي بريزيرفاسيون يعملوا لهم ريزيرفاسيون. فهمتك. انت مثلا وين تمشي؟ لا سوسه تونس. سوسه تونس في من سوسه لتونس ما فماش مشكله في الاكتظاظ؟ لا ما فماش في الاكتظاظ ما فماش، متوفر سواء في تونس لهنا موجود اللواجات سواء في سوسه موجود اللواجات. ما فماش هاك الزعمه وهاك الاكتظاظ نتاع السنيات ما فماش، السنه ما فماش. شنو اللي خلى السنه ما فماش اكتظاظ على الاوامر اللي فاتوا؟ والله على العطله يعني الصلاة جات تلامذة صلعت على بكري والخدامة يعني موجودة اللي هي موجودة بياسر يعني فعندهم الأوقات يعني عندهم الوقت اللي يروح عنده الوقت هذاك اللي خلى قلت الاكتظاظ. أكثر المناسبات اللي تلقاو فيها برشا اكتظاظ وتصير فيها مشاكل هوني في المحطة؟ هو العيد الكبير، ديما العيد الكبير هو ديما فيه الاكتظاظ. السنة نصلي على النبي الحمد لله كل شيء الحمد لله السنة كل شيء متوفر. اللواجات موجودين والراكب يعني ما فماش هكا الراكب يتعطل السنة ما تعطلش حتى واحد. فما شكونك اللي يكلم قبل بنهارين وبثلاثة ويقص حتى قبل بثلاثة أيام باش يلقى بلاصة؟ ما يقصوش شوف أنا قلت لك اللي اللهم اللي مروح البلاصة بعيدة اللي مروح البلاصة بعيدة وعنده كونتاكت بلواج راهو يكلموا
ووصيه باش يخلي له بلاصه، خاطر بلاصه بعيده ديما تلقى ديما هما يتعطلوا اكثر من بلايص قراب. من سوسه من تونس لسوسه قداش عاجيو في الثنيه؟ ساعه ونص ساعتين غير ربع، احنا والثنيه احنا والطريق. تشدوا لوتوروت من غير ما تاخذوا ما ترتاحوش؟ لا لا ما نرتاحوش، خاطر ساعه ونص ما نجموش ما نرتاحوش. وانا ساعات يعني كي يطلب منك كليون باش ترتاح يدخل يقضي حاجه، ندخل للستاسيون يدخل يقضي شهور ونخرج. يعطيك الصحة وميرسي. عايشك عايش أختي. إن شاء الله عيدك مبروك.